شكرا للجميل مامون سوار الذهب والفرقه الموسيقيه، ونحن دائما بنقيف على الشباب وبندعم الشباب والمبادرات الشبابيه والاعمال الانسانيه اللي هم دائما بيقوموا بها. عندهم دور كبير جدا في المجتمع وقادرين انهم يؤدوا دورهم بطريقه صحيحه ورسالتهم حول مجتمعهم. مجموعه من الشباب سموا نفسهم مجموعه بيست فريند الشبابيه، هم قرروا انه يقيموا مبادرات مختلفه، اهتموا بشرائح كثيره، اهتموا بكثير من الحاجات اللي بتحصل عندنا في السودان. نحن بنتوقع انه هي الحكومات تقف خلفها، لكن هم الشباب جاهدوا بنفسهم من اجل انسان هذه البلاد. نحن سعيدين انه نستضيفهم في كل مبادراتهم وفي كل اللي هم بيقدموه للمجتمع وللانسان ككل. سعيدين انه يكون معنا داخل الاستوديو الاستاذ عبد الباقي ادم البشير، عضو مجموعه بيست فريند. اهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك. اهلا، صباح النور عليك استاذ وعلى كل الساده المشاهدين. الواحد سعيد جدا انه الليله في حضرتكم ويطل من خلالكم. احنا سعيدين بك، وايضا كمان حنعرف المشاهد اكثر بمجموعه بيست فريند. عندنا تقرير حنتابعه وحنشوفه مع بعض وحنرجع الاستوديو نستكمل او نبدا فقرتنا مع بيست فريند. دكتور طمنينا، الموجات الصوتية حصل فيها شنو؟ البيبي داون. داون؟ شكرا عبد الباقي على الفيديو التعريفي اللي احنا شفناه وتابعناه مع المشاهدين، اللي بيتكلم لنا عن بيست فريند وعن الاعمال اللي بتقوم بها وعن البرامج المصاحبه اللي انتم بتقوموا بها. نحن سعيدين انه تكون معنا الليله، لكن خلينا نشوف الدور الكبير الشباب اللي انتم بتقوموا به والمجهود الكبير. يعني الله يخليك يا استاذه. اول حاجه فكره المجموعه جات من السوشيال ميديا ذاتها، اللي هي بدأت كفكرة إنه توظف الطاقات بتاعت الشباب في 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 السوشيال ميديا عموما وتحديدا في الفيسبوك. بدأت الفكرة كجروب ثقافي اجتماعي خيري، وليس على أساس إنه يعني في فترات سابقة يعني السوشيال ميديا فيها ظواهر وفيها فيها حياة سلبية. صحيح. فنحن دي بس دي من الإيجابيات كانت. أيوة، فكان دورنا إنه نحن نحاول نوجه الشباب والمجموعة التنازي للاتجاه الثاني، يعني في 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 المجال العمل الطوعي تحديدا، ونغذي الفكره دي. جميل. في مجال العمل الطوعي حددتوا فئه معينه انكم تشتغلوا عليها او برامج معينه ولا بس ككل يعني؟ لا لا لا، نحن في العمل الطوعي يعني ممكن تقول عليها مبادره شامله، يعني مختصه بالشرائح الضعيفه. يعني تجي مثلا يجي رمضان تكون في الحقيبه الرمضانيه للاسر المتعففه والفقيره، بنستهدف مناطق، بنعمل مسح وبنجمع التبرعات، وبعد ذلك بنحدد الحقيبه بنوزع على حسب المسح اللي بنعمله. بيجي الشتاء بتجي حاجه اسمها كسوه الشتاء. كسوه الشتاء؟ ايوه، بنلم الدفايات، البطاطين، البلوفرز، السويتر كده، وبنوزعها برضه، بنعمل مسح، بيكون عندنا يعني بنوزع الموضوع كلجان.
يعني مثلا الناس بيكونوا متخصصين يمسحوا المناطق المحتاجه تمام، بعدها بيكون في 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 مجموعه من الشباب اللي هم بيجمعوا التبرعات العينيه الماديه غيره، بعد ذاك بنكون حددنا شكل الحوجه شنو وبنبدا نوزع. حاولتوا سديتوا الحوجه؟ والله هي الحوجه بتاعت البلد ما بتسد، لكن اقلها قدرنا. لكن انتم مجهودكم كبير وجبار من خلال يعني حتى المبادره اللي قمتوا بها اللي كانت في المناقي للسيول والفيضانات، مبادره كسوه شتاء، كل المبادرات، مبادره رمضان، دي مشاريع كبيره، من وين بتجيبوا التمويل لها؟ يعني هل اللي بيقدموه الناس ليكم بكفي الحوجه؟ والله يعني اول حاجه نحن مجموعه يعني زي ما بيقولوا هي حاجات ذاتيه بنجمعها من الشباب، فالشير العادي يا اخوان والله اننا مثلا طرحنا المبادره مثلا بتاعت كسوه الشتاء او سيول الفيضانات او كده، بنطرح الموضوع وبنجمع شير عادي من الناس بالتبرعات ومن غيره وكده. ما في شراكات خارجيه مع اي جهات ايا كانت مؤسسات؟ والله لحد كبير ما في، يعني لحد الان يعني ممكن لحد كبير ممكن كان دخلنا شراكه مع وزاره التنميه الاجتماعيه في المبادره الاخيره بتاعت الاطفال متلازمه داون. يعني ممكن اقول لك دخلنا معاك كشراكه، لكن يعني مثلا المزرعه بتاعت الدعم دي لسه نحن بنجمعها من اعضاء المجموعه بس. اطفال الداون انتم اهتمامكم بهم كبير وهي شريحه مهمه في المجتمع. كثير من الناس انا قاعد اقول انه ما قاعد يدوم حقكم، لكن انتم غيرتوا المفهوم عند الامهات والاباء، عند الشارع، عند المدارس حتى ككل، دي واحده من الاشياء الجميله اللي انتم وقفتوا عليها. حقيقه والله يعني احنا اصلا لما بدينا متلازمه الداون يعني كانت هي بالنسبه لنا كان هي رفع الوعي بالشريحه دي، وانه زي ما بيقولوا تفك حجر في المياه الراكده يعني. فكانت البدايه كانت بـ 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 مع دي واحده من الحاجات في الشاشه اللي احنا شايفينها او الان بتعرض، هي ده كان احتفال ولا كان شنو المناسبه؟ ده كان في المعرض، المعرض اللي كان عمله المؤتمر الافريقي العربي لحقوق الطفل فكنا مشاركين فيه، وحتى كانت الفعالية كانت كبيرة. يعني الفعالية بدأت من إنه نحن عملنا ورشة ورشة مختصة بالأطفال متلازمة داون، عملنا داتا، جمعنا الداتا من الاحتفالات السابقة، يعني كل احتفال بنوزع كوتشينير أو استبيان بروشورات. أيوة استبيان للأسر اللي بتجي، فبنجمع الداتا وعندنا ناس متخصصين ما شاء الله، الجروب يعني بيسخر بكمية بتاعت شباب في كل المجالات، فعملنا لجنة وعمل أناليسيس للداتا الموجودة وقدمنا ورقة، عملنا ورشة متخصصة ودعينا لها الجهات ذات الصلة، الجامعات والمعاهد والمراكز والوزارات ذات الصلة بالأطفال متلازمة داون، والحمد لله. وبعد كده عملتوا احتفال كبير. أيوة بالأطفال وبالأمهات. الاحتفال ذاته كان مقسم على أربع أو خمسة حاجات، يعني كانت البداية الأولى كانت بالورشة، وكان هو داعين الناس المتخصصين والجهات ذات الصلة. صحيح. كويس، لأنه الموضوع لما يكون بمفهوم علمي ومدروس فبحقق نتائج أفضل للأطفال ديل. الحاجة الثانية كان في يوم ترفيهي للأطفال، اللي هو لأنه الأطفال ديل يعني بيعانوا من ضغوط كثيرة جدا، سواء كان مجتمع على الشارع على غيره، فهم محتاجين إنه الناس تغير لهم جو. صحيح. بالإضافة لفي رسالة جوا اللي هي انك انت المفهوم بتاع الدمج في المجتمع، انه الناس ما ترفضهم، الناس تحتويهم وتتعامل معهم، وده المهم يعني. ايوه، وانتوا قدرتوا انكم يا عبد الباقي توصلوا الرساله دي لكل المجتمع. الحمد لله رب العالمين. ممكن يعني نقول لك لحد كبير، يعني احنا بدينا كان بدينا بمركز وعدد بسيط من الاطفال، فأسي اخر احتفال عملناه والصاله كانت الكباسيتي بتاعتها تقريبا زي 1200. يا سلام. ففاقت الكباسيتي بمراحل يعني. يا سلام. صارت ملت كلها، ومش كده وبس، يعني مش الاطفال المدعوين، انما الناس بيجون من برا وبيجوا بيستفسروا، بيقولوا يا اخي هل معقول الاطفال ديل كان عندهم مراكز، هل عندهم معاهد؟ فكان في شغل تنوير، ودي يمكن واحده من المؤشرات بتوريك انه مستوى الوعي والرساله بتاعت المبادره دي وصلت. لحد كبير وصلت. واحده من الحاجات برضو اللي بتسالوا عنها الشباب، بما انه انتم قدرتوا عملتوا قاعده في انكم تبنوا مجموعه تقدر تشيل كل المشاكل او حتى بعض من الاشياء اللي انتم بتشوفوا حاسين انكم تقدموها، الشباب عايزين يتضموا لكم، كيف؟ هل عندكم مقر معين؟ هو عمل انساني بحت. طبعا كل طبعا زول ممكن يتضموا، عندكم شروط حتى للانضمام معينه؟ لا والله يعني. نحن بابنا مفتوح لاي زول ولاي، مش في فئه عمريه معينه، يعني جروب ذاته بتلقاه خليط، بتلقى ناس كبار وناس صغار وكل كل الفئات دي موجوده. نحن عندنا موقعنا في الفيسبوك جروب بيست فريند، لو اي زول عمل جوين او انضمام فمرحب به، وكل الناس يعني بنتعامل
بتحس بانك انت واحد من الجروب من غير اي تعب. الناس في بيست فريند اصبحوا حقيقه فريند اخوان واصدقاء واصبحت بيناتهم شراكه وحاجات اسريه، ده اللي خلاكم تصلوا وتجيف رقم انه العمل التطوعي يا عبد الباقي انه صعب الوصول فيه وصعب الاستمراريه لضيق الناس وتعاملهم وكل زول ما بيقدر يفهم الثاني، لكن انتم تخطيتوا مرحله دي كلمه السر في الجروب اللي هو نحن بدينا دشينا الشغل ده من 2015. نعم والحمد لله يعني من كل فتره ونحن ماشيين لقدام. ممكن قامت معانا كمية من المبادرات لكن ما قدرت تواصل، فهي الواصل الهدف واحد من الأهداف اللي هي الاجتماعية، اللي هي أنك أنت تخلق مجتمع مترابط في علاقة الناس في حاجاتهم في تفاصيلهم، فبتدي استمرارية للمجموعة. فأخذتنا أسس على أساس أن الموضوع يكون مستمر، يعني ما يكون مفهوم بعبد الباقي أو مصعب أو غيره بأي زول من الناس، لأنه يعني حتى الناس اللي بيجوا جداد بندخلهم قوالب أنه يعرف كيف يشتغل في مبادرة أو يضيف لها. عايز ارجع لنقطة صغيرة اللي هي بتاعت المبادرة بتاعت مدرسة التعاون، قلنا هي كانت عبارة عن 5 فعاليات، الورشة واليوم الترفيهي، عملنا يوم صحي، جبنا كوادر طبية، دكاترة كافي والكشف للنظر وغيره. أيوة. زي ما شفتوا قبلك في الفيديو. نعم. دي كان برضو مشكلة مراكز الأطفال باعتبار انه شريحة التعاون عندها حاجات أو سطحية بتكون مصاحبة للمتلازمة ذاتها زي النظر وغيره وغيره. فعملنا يوم صحي او يومين في 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 مراكز، مشينا على المراكز دي ذاتها وعملنا فحص وكشف شامل للاطفال كلهم، تغذيه علاجيه او الناحيه الحياه الاعراض النفسيه الاخصائي بتاع الباطنين، فكل الحياه والنظر. يا سلام. فدي كانت واحده برضه من ضمن الفعاليات. كان في فعاليه برضه زي ما شفتوا في عمل درامي، كانت عمل برضه هم كانوا ممثلين ومشاركين هم نفسهم. نعم. فكان العمل الدرامي او الاعمال الدراميه تنشر في السوشيال ميديا وتوزعت لرفع الوعي بالشريحه دي. كان خامسا اللي هو كان اليوم الختامي للمجموعه للاحتفال اللي هو كان تلخيص لكل الحاجات وعرض المشاكل بتاعت الاطفال وامكانيه الحلول وكده. واحدة من الحاجات اللي اتطرقتوا ليها، هل مشيتوا المدارس اللي فيها بعض كل المدارس ما قاعدة تقبل انه تدمجي لاطفال الداون، لكن هل مشيتوا كان عندكم يعني روشيت او رسالة ممكن تقدموها لناس المدارس فيه؟ هي فعلا هي دي كان واحدة من الحاجات اللي هي كانت في الورشة اللي هي دمج الاطفال، لانه الدمج بتصعبه صعوبات يعني. نعم. لازم يكون في استاذ متخصص في زول متابع، بعدين يعني حتى البنيه التعليميه بتاعتنا لسه ما مهيئه للقصه بتاعت الدمج دي. فلكن دي واحده من الحاجات اللي هي طرحت في الورشه وكان فيها نقاش مستفيض انه يعني دارين نعمل رؤيه مستقبليه للاطفال دي بحيث انه يكونوا متاح، لانه اغلب مشاكلهم انه المراكز المخصصه ما موجوده. صحيح. البعد الجغرافي ذاته يعني الاسر قد تكون ساعدت في انه هم دائما بيدسوا ابنائهم، ما بيوروهم، ما بيخلوهم يطلعوا لما يكون في ضيف موجود مثلا. بتشوفوا الحاجه دي هي فيها صعوبه حتى للطفل، يعني حاولتوا برضه تتكلموا مع الاسر والامهات؟ طبعا دي ما في انه ده طفل سليم وعادي يعني. دي واحده من الحاجات اللي هي قامت بها المبادره اللي هي رفع الوعي، انه انت كيف تتعامل مع الطفل ده، كيف تواجهه بالمجتمع، كيف تغرس فيه الثقه فيه انه هو انك يعني ما تعامله كانك كوصمه مثلا. تمام. بالاضافه لانه واحده من الحاجات اللي هي بشعر المجموعه انه متلازمة داون طاقه لا اعاقه، اللي هي بنتكلم هنا هي في جزئيه الطاقه دي اللي هي دي بنتكلم عن الاستغلاليه الماديه للطفل ذاته. صحيح. كويس، يعني ممكن هو يشتغل ويكون عنده استغلال. ونحن شفنا فيهم سباحين عالميين وشفنا فيهم لعيبه وشفنا فيهم ناس متميزين في مناشط معينه، لو نحن قدرنا انه نوصل الحاجه دي صحيح. طبعا احنا يعني احنا ممكن تجربتنا فقيره جدا مقارنه بالدول الثانيه، يعني الدول الثانيه وصلوا مراحل انه يعني بتلقى انه مثلا كافيه او مطعم كامل في مذيعه واحده من متلازمه داون يعني لطيفه وجميله جدا تقدم باحدى القنوات العالميه، وفي كثير من التخصصات المختلفه بالزبط اللي بيستعينوا بهم. بالضبط كده. ويلا دي واحده من الحياه اللي هو نحن مثلا يعني عندنا كميه بتاع المراكز وسع اخيرا، يعني في شركات وفي في في منتجعات ادت فرص للاطفال متلازمه داون انه يشتغلوا، ومن هنا انا بشكرهم يعني لا يسع المجال لذكر الاسماء، لكن صحيح يعني جات فرصه انه يوظفوا اطفال متلازمه داون ومشينا معاهم وعملنا
كميه من الخيارات للاطفال اللي هو نتمنى لكم التوفيق في المشوار ده تحديدا وفي الفئه دي تحديدا لان هي محتاجه مننا وقفه. لكن عبد الباقي خلينا نشوف بما انه انتم بتكونوا حريصين انكم تواكبوا الايام العالميه. الاسبوع الجاي احنا عندنا اليوم العالمي للاعاقات والاعاقه الحركيه بالتحديد. عندكم برنامج معين، عندكم شراكه معينه مع جهه حكوميه او غيره انكم تشاركوا تكونوا جزء من هذا البرنامج؟ طبعا طبعا. نحن زي ما قلت لك كان في المؤتمر العربي الافريقي كان شاركنا فيه، وهسه ان شاء الله الاسبوع الجاي برضه مشاركين في اليوم العالمي للاعاقه الحركيه، مشاركين فيه برضه في اليوم الترفيهي وفي تفاصيل كثيره بالشراكه مع وزاره التنميه الاجتماعيه ان شاء الله. مشاركتكم كانت من خلال المؤتمر العربي الافريقي، كيف كانت المشاركه وشنو كان موجود اصلا؟ هي كانت لحقوق الطفل. طيب نحن اول حاجه شاركنا بجناح كبير للاطفال، عرضنا فيه منتجات كل الاطفال ولا فئه معينه من الاطفال؟ لا، اطفال متلازمه الداون. اطفال الداون. ايوه اطفال متلازمه الداون تحديدا، لاعتبار انه نحن اشتغلنا معهم كثير. فكان عندنا جناح بتاع معرض وكان فيه الاطفال وفيه منتجات سواء كان مأكولات سواء كان مشغولات خزبية. وين كان الاحتفال؟ كان في قاعة الصداقة. كان عندنا الجناح بتاعنا ده كان هو كله عبارة عن اطفال متلازمة داون، منتجاتهم وحاجاتهم لتكملة الرسالة حقتنا انه الاطفال ديل منتجين وهم فعلا طاقة المجتمع مفترض انه يستفيد منها. الاعمال اللي قدمتوها في المعرض هي كانت فعلا من صنع الاطفال؟ اصلا اطفال هم ذاتهم موجودين وبيصنعوها قدامك اصلا يا سلام. فدي كانت الرسالة بتاعتنا والمسج اللي احنا حبينا نوصلها انه ده يعني تحفيز كبير يعني. ايوه انه الاطفال ديل مفترض انه ياخذوا باعتبارهم انه شريحة مظلومة يعني اجتماعيا واعلاميا الى حد ما، يعني انه ما نشاطاتهم ما موجوده او ما في تغطيه. يعني مثلا قياسا بدول الثانيه بتلقى انه عندهم ايام فيها تغطيات الفعاليات بتاعتهم كبيره جدا. نعم. بتلقى عندهم فرص في العمل في المدارس في التعليم في الحياه. فرسالتنا التوعويه فيها كبيره جدا ولسه نحن ماشيين في الدرب ده ويعني والله دربي طويل وما قصير وما بينتهي بما انه انتم خطيتوا نفسكم في نقطه انه عايزين تصلوا عايزين تقدموا دعم للشباب ولكل السودان والسودانيين وتهتموا بشرائح معينه. ده مجهود يقدر لكم ونحن لازم نشكركم عليه. وعبرك نحن ذاتنا بنحيي قائد الركبه مصعب التوم، تحيه لك عبر صباح الشروق. وهو بيقوم بمجهود جبار وجمع عدد من الاصدقاء والاصحاب في حته واحده. رساله اخيره ممكن تقدمها لكل الشباب استاذ عبد الباقي؟ والله اول حاجه في البدء بشكركم انتم على الاستضافه الجميله دي، ويعني كالعاده يعني دائما انتم في كل المحافل بتكونوا موجودين. الحاجه الثانيه انه شريحه الاطفال متلازمه الداون دي شريحه محتاجه مننا كثير، محتاجه انه نواجه بها المجتمع، محتاجه انه نأهيل ونضيف لها كثير. وبتمنى انه يعني وضعنا يتغير للافضل كثير. يعني نحن نتمنى لكم التوفيق وشكرا جميلا لحضورك معنا الليل عبر صباح الشروق. وتاكد نحن حنكون معاكم في كل خطواتكم، كل خطوه انتم حتعملوها حتجدون ان شاء الله موجودين عشان ما ننقل للمشاهد المبادرات، وعشان كمان كل الشباب اللي حابين ينضموا او يقوموا بمبادرات ممكن تفيد المجتمع. نحن حاضرين وفاتحين اشرعتنا لكم. شاكره ومقدره لوجودك الان عبد الباقي ادم البشير عضو مجموعه بيست فريند. شكرا جزيلا لك.